السلام عليكم ورحمة الله. اليوتيوبر جيك بول يدخل إلى عرين الأسود بعد مواجهته أمام مايك تايسون، وكل من الفتاك أرتور ويتربيف والوحش ديبويس يعرضون التحدي على جيك بول والأخير يرد عليهم. وقبل أن ندخل في التفاصيل، أتمنى منكم أن تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. بعد المعركة التي دامت لثمان جولات ما بين مايك تايسون وجيك بول، والأغلبية يقولون بأن جيك بول كان قادر على إسقاط مايك تايسون بالقاضية لكنه احترم تاريخه، ولكن الأسطورة آرثور بيتربيف لا يهمه ذلك، وقال جيك بول: بما أنك تحب العجائز فحتى أنا في السن 39 وسأقبل بمواجهتك على كل الألقاب العالمية. مما يعني هذا بأن جيك بول سوف يصبح رسميا بطل العالم دون منازع في وزن الثقيل الخفيف، وهذا طبعا حلم كل مقاتل. وجيك بول قد رد عليه في منصة اكس وقال: المقاتل المصنف الخامس عالميا يهاجمني من بعد دخولي الى هذا العالم فقط في 4 سنوات. يعني جيك بول هنا يفرح لان مقاتل مثل آرثور بيتربيف ارسل له مثل هذه الدعوة، لكنه لم يرفض او يقبل النزال. ليرد عليه البطل العالمي المسلم آرثور بيتربيف وقال له: بعد مرور 4 سنوات لقد حان الوقت لكي تخوض تحدي جاد، لم أرى قبولك أو رفضك لهذه المواجهة، فماذا نحن فاعلون؟ يعني مما سوف نفهمه بأن آرثور بيتربيف لقد شخصن معه الموضوع، وإن شخصنها معك آرثور بيتربيف فيعني هذا بأنك في عداد الموتى. وأيضا قبل ساعات من الآن، الملاكم العالمي دانيال ديبويس يرسل رسالة في الخاص لجيك بول ويقول فيها: عمل جيد في نهاية الأسبوع، لكن ماذا سوف يكون شعورك وأنت تواجه بطل العالم الحقيقي في الوزن ثقيل؟ هذا دانيال ديبوا يناديك فلنبدأ. يعني على ما أرى الكل مشخصنين القضية مع جيك بول، وكما تعلمون دانيال ديبوا قد سحق أنطون جاشوا بالضربة القاضية، ولكم أن تتخيلوا ما الذي سوف يصير لجيك بول. وبالمناسبة جيك بول قد نشر هذه المحادثة ورد عليه في تغريدة يقول فيها لجمهوره: لقد كان هذا الرجل يمارس الملاكمة لمدة 12 عاما وخاض أكثر من 100 مباراة ما بين الهواة والمحترفين، لكن لا بأس سوف أطلب من موكلاء أعمالي أن يتحدثوا على هذه المواجهة ويرشحوك لها، وأنت على عكس آرثور فعلى الأقل لديك بضع آلاف من المعجبين. صراحة لا أعرف أي منطق يتبع جيك بول، لكن آرثور بيتربيف لديه 3 أضعاف من مشجعين ديبويس فلا داعي للتمايلات. المهم يا شباب، هذا ما عندي في هذا المقطع، ومن تريدون أن يدخل للحلبة مع جيك بول أعطونا أراءكم في التعليقات. وكان معكم محمد المحسيني من قناتكم توري، والسلام عليكم ورحمة الله.